أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للرابع عشر من يوليو نبدأ أمامكم على الـ S&P 500. كما ترون كان لدينا هنالك صعود متمما لما كان لدينا من جلسات الأيام السابقة. الشمعة الموجودة أمامنا هي شمعة نيترالية، نتداول نحن الآن عند مستويات 2150، ممكن أن تأخذنا إلى مستويات الدعم في الأسفل، ومن ثم مرة أخرى الصعود إلى هذا المستويات للمقاومة. على صعيد آخر، الناسداك 100 كما ترون كذلك الشمعة التي تمت إصدارها عند 4600، حدود 4600 القمة السابقة من تواريخ شهر 4، هي شمعة سلبية التي بالتالي ممكن أن تشكل لنا تصحيح ليس إلا في المسار، ومن ثم إعادة اختبار 4600 إذ تم اختراقه سوف نصعد إلى مستويات أعلى من ذلك. طبعا هذا كله منوط ببيانات الفيدرال ريزيرف التي ممكن أن تصدر على الفائدة في الأيام المقبلة. تداولا موفقا وشكرا لكم.